شاركت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة الرسمية بالمملكة العربية السعودية بالاحتفالات الوطنية التي عمت أرجاء البلاد. وزارة الداخلية السعودية وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه أقامت في مدينة الرياض مسيرة عسكرية في واجهة روشن في الرياض، وذلك ضمن فعاليات عز الوطن 2، والتي شملت على عروض خاصة للجنديات السعوديات، كما تنوعت العروض في الواجهة بمسيرات مختلفة ومشاركة تشكيلات أمنية وعسكرية. فات صار والشعب العظيم حنها للعجم.